مع الإقرار بحق النادي الإفريقي الكامل في الاحتجاج على تعيين هذا الحكم. أما أنا اللي نقوله اللي إحنا نعيش وضع سريالي في قطاع التحكيم. به إحنا كنا نقوله أن المنظومة القديمة وعلى رأسها وديع الجري هي سبب من أسباب المظلومية والقرارات التحكيمية معناتها اللي تحب تربح فريق وتخسر فريق. مشيت المنظومة ذيك متاع وديع الجري اللي حملناها كل أعوار كرة القدم التونسية وجاء ناجي الجويني. أول من حارب ناجي الجويني هو السيد كمال بن خليل والسيد مختار دبوس. السيد مختار دبوس ما يقولوش حتى اسمه، يقول المشرف العام. جاء السيد ناجي الجويني بمشروع لتطوير التحكيم وللقطع ما كان سيد المشروع. إن شاء الله ربي يعطينا الصحة نحاربوك أنت سيد. ولينا دقيقة أعطيني المشروع اللي جابوا ناجي الجويني. على الأقل ناجي الجويني إنسان ما وراش منظومة. لا لا إنسان أعطيني المشروع ما تبداش تهرب. مشروع مثلا أنت خويا أسبوعين الحكام عندهم اجتماع متاع تكوين ورسكلة بالفيديو، هذا يعتبر مشروع. تشوف أنت المستوى الضحل بصراحة متاع الحكام اليوم. هو مستوى وقته هو مستوى كل جمعة فضيحة الحكم. لا كيف على مستوى الحكام ضحل جدا. ما تردوليش فترة ناجي الجويني من الجنة. كيف جاء حبي صلح كيف ما حبش يصلح الإنجاز اللي يقول فيه إسلام لو يعملوا لهم فيديو من بعد التسعة متاع الليل ولا من يعرف وانت تعرف الوجبات الزوجية بعد التسعة متاع الليل اللي يرق فما شكون انت قاعد تميع في القضيه تاعو الحكام من الحكام يبدا يرقد في ولده يسمع في ناجي الجويني تو اسمع هذاك كي يبدا حكم مجد يجيكم التدفيه ليه لا تو فيديو على الكفاءات احنا نحارب كل انسان يريد الاصلاح قاعدين نحكيوا مع بعضنا مختار من فضلك بالله خليه يكمل وبعد نعطيك انت تعلق احنا الانديه وجماهير الانديه والمحللين والخبراء المنتمين للانديه يحبوا ديما الانديه فوق الناس كل يحبوا ديما انديه اطراف تجي تخدمها تو سامبلومون. قالك شنيا جا متعالي هو يعطينا حقنا ما يخدمناش هو جا عنده مشروع يا اخي مازال 6 شهور الناس تحارب فيه قلت لك شنيا المشروع ما جاوبنيش اي الوضع تو عاجبك الوضع ماهوش عاجبني هاك خرجنا من الباب رجعت من الشباك هاو بدليل احتاج لا قعدت ما خرجتش المغالطه الكبيره اللي تحكيوا فيها ما خرج شيء من الشباك وما خرج شيء من البورتفونات ايه ما تركت فما محاولة على حالها كانت فما محاولة الوضع لم يتغير كملت احمد مختار ولا يغزل لي انا نسأل سؤال ما الفائدة من احتجاج النادي الافريقي حتى فائدة مستحيل يتبدل أنا الحكم بالنسبة لي أنا فقط فائدة انك تحط ضغط على الحكم قبل الماتش وشفنا ظهالي الضغط في بعض الاحيان ينفع تعرف كيفاش تصير ديزينياسيون النادي الصفاقسي الضغط نتاعهم منفع محرز المالكي وقت اللي جات النتيجه بين عينيه في الاحتجاج نتاع النادي الصفاقسي من مقابله مش كان هذه تفضل مختار انا بالنسبه لي انا تعرف كيفاش تصير ديزينياسيون تو قاعده سبعه من الناس يدخلوا العشرة نتاع الصباح يخرجوا الخمسه نتاع العشيه والسبعه من الناس هذوما راهي ما تصيرش ديزينياسيون كي راه ديزينياسيون لازم يهز عبد واحد مدها لهشام مدها للعروسي مدها للزبير خويا يدخل يعمل مشروع يقدمه للسيد مراد الدعمي مراد الدعمي يأشر عليه يهبط للعموم انا بالنسبه لي انا تعرف سبعه من الناس كيفاش ولا هاي سيدي نبداو النادي الافريقي الملعب التونسي والنادي الافريقي حسب رايك باش تدز مع صحابك ولا حسب رايي محرز خير هاكا من تونس وزوز من تونس لا اختنا من محرز الكلوب ما تحبش عليه نتعداو اللي بعده معناه هذوما ساعة الماتش هذا لازم يكون في انترناسيونال واضح نعيم ما ينجمش محرز ما ينجمش هي هيثم مضروب شكون بقى؟ بقى نضال وامير لوصيف حب ولا تكره مشيت الوضعيه الامير راهو كل اربيت اللي يغلط يا كمال صحيح كلامك صحيح باش نقول لك علاش انت ما سمحتش امير لوصيف راهو الجماهير سيرتو الزوز الكبار نتاع تونس راهو ما تخفرش اي حكم يغلط لها في درب شكون الزوز الكبار فما ربع كبار في تونس لا نحكي لك على النادي الافريقي والترجي الرياضي نتاع العاصمة نحكي على العاصمة وجرجي السبعة يولي مع احترامي ملعب التونسي حتى هي جمعية كبيرة ولات اسمعني خويا المستير لا نحكي على العاصمة وجرجي انا بالنسبة لي الدربي العاصمة راك التوا انت ماكش مسامح يوسف السرايري على ضربة جزاء العقربي قاش عندها تربية هذيك كيف نفس الوضعية ما تنجمش ما تنحاش مختار يوسف زفر للنادي الافريقي
عمل غلطة في 10 ماتشوات. أمير لوسيف عمل 83 غلطة في 3 ماتشوات. يا كمال أنت أنت بعد بلانتي العقربي. لا ما عندي حتى طلعت مشكلة. الدنيا وما هبطتهاش على يوسف وفات السرعي. غادي. أي حتى هذا أمير لوسيف. لا لا ما فاتش من 2021 أنا ضد. السيد هذا حكم دولي. لا أنا تاني جاوبتك. يوسف السرايري جمعة بعد الدربي كل شيء يمشي على روحه. خاطر وتحومتك. لا على خاطره نعرف اللي هو إنسان المرة الجاية باش يجتهد وما يخطئش وكذا وكان عند معناتها بالحق في ماتشوات خسرتهم النادي الافريقي وبعثنا له وكنت انا في الهيئة وبعثنا له رسالة شكر. كمان انا تعرف امير لوسيف كل ما يعبط للطيران النادي الافريقي تخرج مظلوم. كمان اسمعني عايش خويا راهو من عيبوا عليك راك ما تعرفش الحكام وتبدا تحكم عليهم راهو اللي يسمعك تحكي على امير لوسيف. سامحني نولي صحاب انا وياهم. لا ما توليش صحاب هما بيدهم مش لاقين باش تولي صحاب ما ينجمش يصاحب مسؤول في جمعية. تقول لي ما تعرفهمش. ما تعرفهمش لازمك تعرفهم. لازمك تعرفهم امين لوسيف من انظف الحكام اللي موجودين في وأنا تونس. وانا قلت العكس. لا خلينا نحكي لك ما كي تقول لي بدا كل ماتش ضد النادي الفريقي يا مختار سامحني ما تقولنيش ما قلتوش انا قلت لك ماهوش نظيف السيد مع الكلوب ما يمشيش ساهل على الحكايه يمشي على روح صحيح انت طيب تحب نحكيه ما ثماش حكم قدامك قال يلا غالب مع الكلوب راني ندادس راني ما نفهمش روحي هذا كيف ويمشي على روحه واضح هذا بالنسبة لنا السيد هذا يظلمني في الدربي يظلمني في سليمان يضربني في الإطوال يضربني في بنقردان وتحبني باقي نرتاح له وهوك تعين لك ويكمل يتعين لي وهو باش يظلمني نهار السبت وانت سامحني وتعين لك وقت اللي انت رئيس جماعتك وريدو غدوة باش يظلمني يا سي كمال تو انت من المدافعين على كمال يدير هي جات قدامه هكا ديزيناسيون كمال يدير ما يتدخلش لا لا يدخل لا ما يتدخلش والله لا يتدخلها كمال بربي لا تحلف والله بجاه ربي ما يتدخلش يا كمال نعطيك انا ديزيناسيون حتى انا عيني يعملوا مشروع يعملوا مشروع يعملوا مشروع تعيينات توصل السيد مراد الدعمي مشروع مسودة يهزها للسيد كمال يدير وانا نتخاطر معه الاستاذ كمال يتفرج يشوف يشوف تعال يشوف انت قلت ما يتدخلش تعرف ما يتدخلش معناها في الاوروبا ما يتدخلش معناها ما يشوفهاش شوفها كما العباد الكل اما هو قاعد يطلع هاو كرا امير لوسيف ايه يعرف ما يعرفش امير لوسيف يعني انا ريت هنا في اللجنه لا لا اي لا راهو في اللجنه لا لا نحكي لك قبل ما تحكي في كلام غلط لا لا امير لوسيف ما عندها حتى علاقه بنظام السيد هذا مع النادي الافريقي مانيش فاهم واش يصير له خلينا نحكيو شويه خلينا نحكيو شويه كوره ما وين خلينا نجيك المباراه ظهر لي ماتش منتظر الزوز فرق يتعدوا بفتره باهيه في الفتره هذه في البطوله ماتش يستناو فيه الجماهير نجمو نشوفوا كوره ولا صعيب شويه على حسب الحكايات هذوما وين باش تراكوا مو فما حاجات اسلام خلينا نحكيو حتى في الكوتي لي زاربيت راح ناخذ كلمه معكم شويه بلي حبيت نحكي كوره يعني بتسترجع لحظه قبل نطرح خاطر اسمع ديربي وفي بريسيون كبيره حتى للملاعبيه اليوم انت كان عندك اربيتر ايترونجي اليوم باش تنجم تجيبوا الرابطه ونحن نعرفوا الظروف الماديه اللي قاعده تمر بها الرابطه معناتها حتى على الكوتي التحكيم اليوم ما ظهر لي اليوم شفت معناتها النتائج نتاع الملعب التونسي والنادي الافريقي ذول زوز فرق اليوم باش يلعبوا ديربي حتى واحد اللي خسر فيهم حتى طرح ممكن زاد الملعب التونسي كان ماركيت ضد العمران راهي متواجد اليوم في المرتبه الاولى متبقى انا من راش نيه معناتها من رابطه اليوم باش تبعث اربيتر للفريق معين خاطر اليوم انت اليوم اداره التحكيم باش تبعث معناتها حكم لجوست الفريق معين صحيح اليوم ديربي عنده نكهه خاصه ما بين الملعب التونسي والنادي الافريقي